في إطار الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، لا زال جهاز حرس المنشآت النفطية مستمرا في نشر الدوريات المكثفة والتي تجوب جميع الحقول النفطية منذ دحل الميليشيات المسلحة وإرهابي داعش والقاعدة في منطقة الهلال النفطي التابعة لحرس المنشآت النفطية بإمرة اللواء ناجي المغربي. سرية وداء الظاهرة تقوم بحماية حقل تبستي وخطوط الامداد لراس لانوف وفرق الانتاج وحماية فرق الانتاج والمحطات محطات التابعة للحقل حقل تبستي. سرية شهداء الظهرة والتابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية والمكلفة بتأمين حقل تبستي الواقع جنوب منطقة مرادة والتابع لشركة الهاروج للعمليات النفطية، حيث يعمل رجال الأمن على توفير الراحة والأمان للمهندسين بالشكل المناسب من خلال تأمين سير العمل وحماية العمال أثناء عمليات الصيانة في قلب الصحراء. طبعا من ناحية الأمنية الحقل يعتبر أمن 100% سواء داخل الحقل ولا خارج الحقل بواسطة سرية شهداء الظهرة، حتى المواقع اللي برا الحقل اللي هن المحطات وخطوط نقل الزيت نقدر نشرف عليه ونتحرك بآلياتنا بأريحية بدون أي مشاكل، ومش غير المنطقة اللي فيها الحقل بس، يعني حتى جميع الحقول اللي وقعات في امتياز منطقة مرادة يعتبرهم بالكامل مأمنات من بواسطة شهداء الظهرة بواسطة سرية مرادة المقاتلة. فبصراحة نبي نشكر الأخوة حرس المنشآت النفطية سرية الظهرة بتأمينها لها الحقول وبحقل تبستي بالذات، كان موقفهم جيد وممتاز، متعاونين معانا يعني بتعاون كويس، ونشكرهم في هذه اللحظة ونقول لهم إن شاء الله من المزيد إلى مزيد. تنسيقا أمنيا واضحا ما بين الشركات النفطية وجهاز حرس المنشآت، وعملا دؤوبا من القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على قوت الشعب الوحيد تحت أيد آمنة وبجهود وطنية. لقناة ليبيا الحدث أحمد جمعة.